الحقيقة أنا سعيدة جدا النهاردة وأنا يعني في وسط أهلنا من النوبة. مش أول مرة الحقيقة يعني أقابلهم وتفاعل معاهم, والحقيقة أن هم بداخل دائرة اهتمامي بشكل كبير جدا, مش أنا بس ولكن كمان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويمكن خلال الفترة الأخيرة أصرين أن احنا نكون موجودين مع جميع فئات وطبقات المجتمع المصري, والحقيقة أنه كمان أهل النوبة كان ضروري جدا يقولوا أرائهم, يقولوا إذا كان مشاكلهم, يقولوا أفكارهم حتى للمرحلة المقبلة, بحيث أنه يتم إيصال هذه الأفكار, هذه المشاكل أو الأطروحات اللي بيقدموها يعني الحوار الوطني. ملف الحرف اليدوية للمرأة النوبية ملف مهم جدا, وخصوصا أن فخامة الرئيس مهتم جدا بالصناعات اليدوية, وخصوصا برضو محافظة أسوان. فإن شاء الله ياريت أن احنا النهاردة نقدر أن احنا نوصل لأي أكتر توصيات ممكنة لمساعدة المرأة النوبية في التطوير والتدريب على الحرف اليدوية, ونكون فعلا سوق لأفريقيا في موضوع الحرف اليدوية.